طبعا نجد البخور اللي قلت لكم عليه، يتكون من قشر بصل، وطبعا كذا مقدار ملعقة، انت تفتتينه بيدك كذا وتكسرينه يصير صغير، وملعقة كمون صغيرة، ووصلة مرة شقرة انت تفتتينها، يعني انا حطيتها هنا حبة كاملة بس انت فتتيها الافضل. طبعا تخلين الجمر، تحطين الفحم على النار لين يصير جمر، وتحطينه بصحن كذا مثلا يكون حديد او مبخرة تكون نازلة مو عالية، وتحاولين انك تتبخرين وتخلينها تدخل بالرحم، وتسوين حركة كيجل. عرفتوا حركة كيجل؟ كأنك تسحبين الهواء على داخل وتفكين، وكأنك تسحبين الهواء على داخل كذا، راح تدخل للرحم تطلع كل الهواء والبرودة اللي في الأرحام، وكذا سبحان الله تحسين نفسك رحمك كذا ما شاء الله تبارك الله متعافي، ما تحسين بآلام بعدها، حتى اللي يعانون من آلام وبرد في الرحم تسحبه وتطلع.